الحبل الذكي. في غرفة ياسمينة، ياسمينة تستعد للذهاب إلى حفلة عرس. ليس الجمال بمئزر فعلاً وأنروديت بردة، إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. هاتي بيتاً بحرف الدال. دال دال، دع المكارم لا ترحل. لام، ألا تملان من مساجلة الشعر؟ هيا كفا وساعداني في اختيار ملابسي. ياسمينة، أين أقراطي الذهبية؟ لماذا تستعيرين الأغراض ولا تعيدينها إلى مكانها؟ الأقراط الذهبية؟ أنا لم أستعرها يا أمي، كما أني فقدت سواري الفيروزي. والوشاح المطرز اختفى بالأمس أيضاً. أمر غريب، هيا استعجلي، سنبحث في الأمر لاحقاً. وفي اليوم التالي في بيت ياسمينة، لا أدري، ولكني أشك في الخادمة الجديدة زمردة. أعتقد أنها سبب اختفاء الأغراض. ها هي قادمة، ولكن لابد من دليل لإثبات شكك. من هذه الفتاة؟ ضيفتنا دليلة، تقيم عندنا إلى حين عودة والديها من السفر. تعالي عزيزتي، شاركينا مجلسنا. وكيف ستقيمين الدليل على أنها هي السارقة؟ عليك مراقبتها، ربما لم تكن هي، قد يكون شخص آخر. تقصدين مرجانة؟ لا لا، مرجانة لا تفعلها. هل تتحدثن عن السرقة؟ فقدت خماري الحريرية منذ يومين، ربما يكون قد سرق. أنت أيضاً. وفي اليوم التالي، ابحثي جيداً يا ابنتي، ربما كانت الأغراض المفقودة بين أشيائك دون أن تنتبهي. لا نريد أن نظلم أحداً. الموضوع لم يعد شكاً، دليلة فقدت خمارها الحريرية أيضاً. ضيفتنا دليلة سرقت؟ الأمر لم يعد يحتمل السكوت، سأفتش أغراض الخادمتين. وبعد قليل في باحة الدار، وجدت هذا الخمار بين أغراضي، لا أدري لمن، ليس لي. دليلة، تعالي وانظري، أليس هو خمارك المفقود؟ نعم، هو خماري، أنت أخذته. لا والله يا سيدتي، وجدته موضوعاً بين أغراضي. ألم تجدي أشياء أخرى؟ قول الصدق يا زمردة، الصدق منجات. أشياء أخرى؟ والله يا سيدتي أقول الصدق، صدقيني. زمردة، تعالي ساعديني. هيا اذهبي لمساعدة مرجانة، ولكن تأكدي أن الحق سيظهر ولو بعد حين. وفي اليوم التالي في غرفة ياسمينة، هذا ما جرى يا بنات. هل يعقل أن تكون زمردة استمعت إلى حديثنا أنا وأمي وأعادت الوشاحة لتبعد عنها الظنون؟ ولما لا تكون مرجانة هي من وضعت الخمار لتتهمها؟ ها؟ يا إلهي، ها؟ ما هذا؟ ماذا حدث؟ ما هذا؟ ما الذي جرى لكما أنتما الاثنتان؟ أعذريني يا سيدتي، قفز قط أمامها فزعرت وقفزت أمامي فزعرت وسقطت من الكوس. لا يوجد إلا طريقة واحدة للتأكد من هوية السارق. وبعد قليل، أمر هاتين الخادمتين محير، لا أدري ما الذي جرى لهما وما قصة الأغراض التي باتت تفقد من البيت. فعلاً الأمر محير. ما رأيك يا خالة أن تزورين غداً؟ جدتي ستفرح كثيراً، وقضاء وقت خارج البيت ربما يريح الجميع. وفي اليوم التالي في دار جدتي فل الدار، أهلاً أهلاً وسهلاً، نورتن الدار. هاك هباب الفحم الذي طلبته. وفي الغرفة الخلفية لباحة دار الجدة، اللون الأسود سيجعل الحقيقة ساطعة. وبعد ساعات، ديارك عامرة إن شاء الله، أمضينا وقتا ممتعا. أهلا وسهلا بكن، هيا يا فل الدار أمتعي ضيفاتنا. ماذا بقي في جعبتك من أحاج وألعاب؟ بقيت لعبة الحبل، هل أنتن جاهزات؟
اسمعنا يا بنات، ستدخلن الغرفة من هذا الباب وستخرجن من بابها الثاني. الغرفة مظلمة وعليكن أن تتمسكن بالحبل المشدود بين بابي الغرفة. وهل سألعب أنا أيضاً يا ابنتي؟ أجل، هيا أسرعي. تقول فل الدار الكل سيلعب. انتبهن يا بنات، هذا الحبل له قصة، لا تمر فوقه يد سارق إلا ولف حولها. ما هذا؟ حباب الفحم يملأ كفي. وأنا أيضاً. وأنا أيضاً. ما معنى هذا يا ابنتي؟ الحبل ملوث بهباب الفحم، من أمسكت الحبل تلوثت كفاها حتماً، ومن خافت أن تمسك الحبل لئلا يلف على ذراعيها بقيت كفاها نظيفتين. ها؟ أنت؟ يا إلهي، غير معقول. وفي المساء. ولكن هل كنت تعلمين من قبل أن دليلة هي الفاعلة؟ أتذكرن يوم فزعت الخادمتان وأسقطتا الكؤوس؟ يومها ساورني الشك واستبعدت الخادمتين. لماذا؟ لأنه لا يمكن للسارق أن تفزعه قفزة قط أو زعيق فتاة، لابد أن يكون السارق رابط الجأش، لذلك ساورني الشك وأثبتت شكي بالدليل. قصص الأذكياء مع فلة الضياء، صباحا ومساء وفي وقت السحر. وفي وقت السحر.